تبقى في محافظة ميسان ومع السيول التي اجتاحت وأغرقت الكثير من مناطق وقرى المحافظة، حيث نشر ناشطون مقطعا مصورا على منصات التواصل الاجتماعي يوثق غرق قرى بأكملها بمياه السيول بمحافظة ميسان وخلوها من أهلها بعد أن وصلت المياه إلى مستويات مرتفعة. دعونا نتابع. لا زحمة حمودي في قرية البندة الحجيسة حاليا. شوف وسط الحواش مات البندة. لا إله إلا الله. الله أكبر. التغام والله التغام. هذا الشارع خدم شيء صلي تروح. زحمة من الناس. عين الماي. الله أكبر. إفكم وين ولت هاي الوادم؟ هالحوش غاط.